وصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية استمرارا للجهود المبذولة منذ تطبيق قانون تعديل نسبة القيمة المضافة. وقد تم تفتيش 40 محلا ومنشأة تجارية للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 40 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10,000 دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة، والذي قد يستوجب غلق بعض المحلات تحفظيا. أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإيرادات على أهمية تضافر كافة الجهود لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق، داعي المستهلكين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفة.